شكرا لسعادة الدكتور حسن راتب على هذه الكلمة الترحيبية والتوجيهية بنفس الوقت. وحقيقة كما تفضل في كلمته أن صناعة الإسمنت العربية قد نمت وتطورت بشكل كبير جداً، والآن تبلغ الطاقة التصميمية لهذه الصناعة أكثر من 300 مليون طن. طبيعي هناك منشآت لا تزال قيد العمل، لكن السنوات الأخيرة وخاصة في السنتين الأخيرتين نتيجة بعض التطورات والاستقرار السياسي، وبنفس الوقت بعض الدول العربية التي عاشت صعوبات اقتصادية قد انعكست سلباً على هذه أو على كميات الاستهلاك. وبالطبع هذه عملية طبيعية، وخاصة بأن صناعة البناء والتشييد هي الصناعة الرئيسية والمحرك الأول للاقتصاد في الدول النامية وفي مقدمتها الدول العربية. وبالطبع هناك الكثير من الأمور التي تعرفونها جيداً، والتطورات الحاصلة الآن في هذه الصناعة وبعض التراجع في الاستهلاك في بعض المناطق العربية. نأمل أن تكون الأيام القادمة أيام استقرار وأمان، وهناك باعتقادي سيكون تطوراً هائلاً لهذه الصناعة. أدعو الآن سعادة الأستاذ وليد العربي ممثل جامعة الدول العربية ليلقي كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أشارك مع هذه النخبة المميزة والمعنيين بصناعة الأسمنت في فعاليات المؤتمر العربي الدولي 22 لصناعة الأسمنت. ومن هذا المنبر أتوجه بالشكر لمعالي المهندس طارق قبيل وزير الصناعة والتجارة بجمهورية مصر العربية لرعايته الكريمة لهذا المؤتمر، والشكر موصول إلى السادة القائمين على الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء لتنظيم هذا المؤتمر الهام الذي يعكس حرص الاتحاد على دعم صناعة الأسمنت في المنطقة العربية في إطلاع صانعي الأسمنت العرب على المستجدات في تلك الصناعة على الساحة العالمية. وهنا لا يفوتني التنويه بالتعاون الجيد بين جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء، والذي يهدف إلى تنسيق السياسات الإنتاجية والتجارية بين الدول العربية بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي العربي من هذه السلعة الضرورية لقطاع البناء والتشييد العربي. السيدات والسادة، إن صناعة الأسمنت في وطننا العربي تعتبر من الدعامات الأساسية لإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية الشاملة، وذلك باعتبارها مؤشر هام من مؤشرات النمو في معظم الاقتصادات الصناعية الناشئة. وتعتبر الدول العربية غنية بمدخلات صناعة الأسمنت، حيث بلغت الطاقة التصميمية لتلك الصناعة حوالي 348.5 مليون طن، وبلغ الإنتاج الفعلي قرابة 237 مليون طن، وبمعدل نمو عام 2015 بلغ 8.2%، تغطي نسبة 94.8% من الطلب المحلي على الأسمنت. وفي ذات الوقت شهد عام 2015 نمو الطلب على سلعة الأسمنت بمعدل نمو بلغ 5.4%، وبمقارنة مؤشرات الإنتاج والاستهلاك والقدرات التصميمية لصناعة الأسمنت في الدول العربية، يلاحظ أن الطاقة الإنتاجية القصوى عالية وتغطي كل الطلب المحلي. وفي هذا الإطار فهناك عدة دول عربية أصبحت تغطي إنتاج الطلب المحلي وتتجه نحو التصدير، وذلك يرجع إلى الاستثمارات التي تمت في صناعة الأسمنت. لكن ضعف تنسيق السياسات الإنتاجية والتجارية العربية البينية قاد إلى اللجوء للخارج لاستيراد سلعة الأسمنت، وفي وقت لم تتعدى نسبة الاستفادة من القدرات الإنتاجية العربية القائمة 68%، ويعود جانب من ذلك الخلل إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وبخاصة الدول غير النفطية التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وعدم انتظام توفرها، مما يضعف قدرتها التنافسية ويعطل استغلال كامل طاقتها الإنتاجية. وتكتسب صناعة الأسمنت أهمية أخرى بكونها مكون أساسي في قطاع التشييد، ويعد قطاع البناء والتشييد من القطاعات الهامة في الدول العربية الذي شهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، مما نتج عنه ارتفاع أسعارها نظراً للطلب المتزايد على السكن في الدول العربية، كما ساهم بشكل فعال في خلق فرص جديدة للعمل وتنويع مصادر الدخل وزيادته، والتي ارتفعت أهميته النسبية من الناتج المحلي الإجمالي من عام إلى آخر، فقد ارتفع ناتج نشاط قطاع التشييد عام 2016 بنسبة 1.17% ليبلغ 176 مليار دولار بالمقارنة من عام 2015، في حين انخفضت إنتاج الحديد والصلب بنسبة 2.1% ليبلغ نحو 19 مليار طن. السيدات والسادة، وإذ نؤكد أنه في ظل اعتماد أهداف التنمية المستدامة في شهر سبتمبر 2015 وخاصة الهدف 11 جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، وكذلك موافقة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب على الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030 واعتمادها من القمة العربية في يوليو 2016 بنواكشوط، حيث بتهدف الاستراتيجية إلى اقتراح غايات وأهداف لتنمية قطاع الإسكان ومواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة من خلال ربطها بمفهوم التخطيط العمراني وتعزيز دور المشاركة المجتمعية في التنمية واتخاذ القرار، مما سيؤثر بشكل إيجابي على صناعة الأسمنت في الدول العربية. لذا فإن الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المكتب الإقليمي للدول العربية أعدت مسودة المخطط التنفيذي للاستراتيجية، وجاري حالياً أخذ ملاحظات الدول العربية عليها. في الختام، يسعدني أن أتمنى لكم ولمؤتمركم هذا التوفيق والنجاح من أجل تحقيق مصلحة المواطن العربي، وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.